السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع أديله 6 أيام، الموقع لعملة ليت كوين. الموقع أول ما بتسجل فيه بيديك 100,000 لاتوشي هدية، وبعد 24 ساعة بيوصلوا لك مباشرة إلى محفظتك. يعني موقع انتهزوا الفرصة ديت وسجلوا فيه والحقوا، يعني خدوا البونص دوت عشان بعد فترة كده هتبص تلاقي قلل البونص يا اما يلغيه خالص. دي واجهة الموقع يا شباب من الخارج زي ما انتم شايفين كده. هننزل تحت كده، دي الخطط اللي في الموقع. لو حد يشتغل على الموقع، الموقع يا شباب كويس وبيدفع، وفي يعني وجهات نظر الناس بتقول عن طريقتها، يعني شغلها في الموقع. انصح الشباب اللي هيشتغل في الموقع يشتغل على الخطة اليومية. الخطة دي بتديها 12% لمدة 24 ساعة. وطبعا في خطتين تانية بس ما انصحش بيهم، انصح بالخطة الاولانية ديت. دي احصائية الموقع يا شباب، هنا مدة الايام، الديبوزيت في الموقع، الايداعات، السحوبات، هنا اخر سحبات وايداعات يا شباب في الموقع. دي اسئله لو انت عايز تعرف اي حاجه، الايداع قد ايه، السحب قد ايه، اي معلومات عايز تعرفها على الموقع هتلاقيها هنا اهو. هنطلع لفوق يا شباب نشوف طريقه تسجيل في الموقع. بنيجي هنا يا شباب نحط رابط محفظه الليت كوين بتاعنا وبنعمل ستارت. دخلنا على الموقع زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو يا شباب. هنا لينا وديعه ب 100,000 ساتوشي لاتوشي، بعد 24 ساعه هناخد 112,000 لاتوشي لمحفظتنا اللي احنا هنسجل بيها. طبعا لو انت حابب تودع يا شباب بتخشوا كده على الايداع، تختار العملة اللي انت هتودع بيها. مثلا لو تختار عملة الليت كوين كده بيحولك للمحفظة بتاعتهم، بتاخد الرابط ده كده كوبي وبترسل لهم عليه المبلغ اللي انت هتودعه في الموقع. تمام يا شباب، دي طريقة الشغل على الموقع. الموقع بيجيلك السحب على طول مباشرة على المحفظة بتاعتك زي ما انتم شايفين الإيداع اهو. اهو يا شباب من هنا سحوباتك من الموقع، لسه مفيش سحوبات. أول ما تكوي لك الوديعة وتسحبها هتجيلك السحب، هتلاقيه هنا. بعد كده يا شباب هنا رابط الإحالة اهو يا شباب، وهنا في اراء يا شباب، هنا هتلاقي معلومات عن الموقع. في ناس هنا اهو متكلمه عن الموقع وحاطه اثباتات سحب ليها. تمام يا شباب، بعد كده هنا بونص بقى اللي عنده فيديو، اللي يقدر يعمل فيديو او يعمل مثلا على الفيسبوك او يعمل لهم نشر على الفيسبوك او يعمل لهم على المتطلبات بتاعتهم. لو عملت فيديو يا شباب يكون عندك 500 مشترك على الاقل، الفيديو 3 دقايق، الجوده 720، وبترسل لهم رابط الفيديو هنا يا شباب. بتدوس هنا كده ترسلهم رابط الفيديو وبتحصل على البونص. ودي كده كل حاجه عن الموقع يا شباب. موقع سهل وبسيط، ويا دوبك ان احنا بنسجل فيه وبنحصل على 112,000 ساتوشي. وبكده اكون انتهيت من الشرح يا شباب. لو في حد من مصر يا شباب محتاج دولار او روبل على محفظة البئير مقابل فودافون كاش يكلمني على الفيسبوك يا شباب، هسيب لكم رابط حسابي على الفيسبوك. يكلمني على الماسنجر ويقول لي بخصوص تحويل اي مبلغ هو عايزه. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.